نروح لنقطة تانية وكلام تاني، هل النادي الأهلي يلعب؟ مش عاجب. طب النادي الأهلي ما يلعبش؟ برضه مش عاجب. هلعب بنون الدوليين؟ مش عاجب. هلعب بالدوليين؟ مش عاجب. تكافؤ الفرص فقط لا غير لما النادي الأهلي يكون هو طرف في المباراة، وكل تكافؤ الفرص بيتناسى لما يكون حق النادي الأهلي مش موجود أو مش قادر ياخد حقوقه في إنه يلعب مباراته بشكل كامل. قصة كبيرة جدا، البعض خدها بقى لسكة إيه؟ هو أنتوا خايفين تلعبوا ليه؟ هو مش الأهلي بمن حضر؟ نطلع نشوف فيديو الكابتن رضا عبد العال عشان نرجع نعقب. مفروض طالما ان انت في مهمة قومية وفي عندك لعيبة، مش بقول لك دايما الاهلي بمن حضر، ما تكمل الدوري، انت خايف ليه؟ خلاص النادي الاهلي اقوى حاجة في مصر، فمش هيقدر، فلازم يأجل. مع العلم ان انت لما جيت اجلت ماتشين سيراميكا ووادي دجلة قلت عشان افريقيا والارهاق، وهلعبهم بدون الدوليين فين؟ في الفترة اللي هو المنتخب بيلعب ماتشاته هناك، انا هلعب هنا من غير الدوليين، مش ده حصل؟ الاهلي من حضر مش معناها خالص ان الاهلي ما ياخدش حقه ويكون في تكافؤ فرص بينه وبين اي منافس. الاهلي من حضر لما يكون في عدد اصابات عندك، الاهلي من حضر لما يكون في قرار تربوي خدوا النادي الاهلي تجاه بعض اللاعبين، الاهلي بمن حضر لما لاعب يقرر في وسط الموسم او في اي وقت من الموسم يكون مش مكمل مع النادي الاهلي، فبالتاكيد الاهلي بمن حضر. لكن يبقى الاهلي بمن حضر ان انا العب بدون لاعبتي المنضمين للمنتخب الاولمبي؟ طب فين تكافؤ الفرص؟ بتتكلم عن مباراه وادي دجله وسيراميكا كليوباترا، المباراتين لما اتحط توقيتهم اتحط في وقت لا يسمح باللعب اساسا، لان اللائحه بتقول ان انت المباراه اللي داخل القاهره او داخل مصر بتاخد راحه قبلها 4 ايام وبعدها 4 ايام، والمباراه الخارجيه راحه قبلها 3 ايام وثلاث ايام داخل مصر و4 ايام و4 ايام خارج مصر، ففي 7 ايام المفترض كانوا بين مباراه طي صن داونز ما تقدرش تلعب فيهم مباراه، اتحط لك مباراه فتم تاجيل مباراتين. فالنادي الاهلي من اجل مصلحه الكره المصريه ومن اجل انتهاء الدوري العام في اقرب فتره ممكنه وافق ان هو يلعب عدد من المباريات بدون لاعبين. فنطلع نقول ان انت خايف تلعب، يعني المفترض الاهلي يعمل ايه؟ يكمل الدوري بدون لاعبين دوليين عشان يكون الاهلي بمن حضر؟ خلط غريب جدا في المفاهيم بين الاهلي بمن حضر وحق النادي الاهلي في تكافؤ الفرص. وبرضه عندنا شخص تاني بقى ربط الاثنين ببعض. قبل الشخص التاني يا اسامه، هو الاهلي بمن حضر فيها حاجه مهمه، انت قلت خلط رهيب، وخلط ممكن يكون مش مدرك الموضوع، ولكن انا بشوف ان هو تعمد. انت طول الوقت كنادي اهلي بيتزايد عليك باشياء تخصك، انت نادي المبادئ، اذا مش مفترض ان انت تعترض على اي حاجه، انت النادي اللي بيكسب وبيقدر يحسم مبارياته، يبقى لو اتظلمت تحكيميا ما ينفعش تعترض، عادي جدا وما تتحججش. الاهلي بمن حضر يتخذ منك اللاعبين الدوليين وتلعب في ظروف غير عادله وبتوافق عليها في ظل اطار معين، فمفترض برضو تلعب وما تقولش ان انا مش هلعب اكتر من 3 مباريات. طول الوقت اللي بيعمل كده بيحاول يحطك في مجموعه من الاشياء بحيث تكون انت الطرف اللي بيلعب في اكبر عدد من الظروف الغير عادله،